السلام عليكم ورحمة الله. بداية طلابي سوف أتلو السورة بمفردي مرة واحدة، وفي المرة الثانية ترددون معي. الآن فقط استمعوا للتلاوة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس، الذي يوسوس في صدور الناس، من الجنة والناس. الآن تلاميذي رددوا معي، أنا أتلو وأنتم ترددون بعدي. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس، الذي يوسوس في صدور الناس، من الجنة والناس. أحسنتم. أيضا سوف أعيدها مرة ثالثة. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس، قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، ملك الناس، إله الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس، من شر الوسواس الخناس، الذي يوسوس في صدور الناس، الذي يوسوس في صدور الناس، من الجنة والناس، من الجنة والناس. الآن ننتقل إلى معاني الكلمات. قل أعوذ برب الناس. ما معنى أعوذ؟ أي أطلب العون من الله تعالى. عندما نقول أعوذ بالله أي نستعين بالله. إذن أعوذ أي أطلب العون من الله تعالى. رب الناس مربيهم ومصلحهم وخالقهم. الله سبحانه وتعالى هو رب الناس ومصلحهم وخالقهم. إذن رب الناس أي مربيهم ومصلحهم وخالقهم. ملك الناس سيدهم والقادر عليهم. الله سبحانه وتعالى قادر على الناس جميعا. الوسواس هي الأفكار الشريرة التي تحدث في النفس. الوسواس هي الأفكار الشريرة التي تحدث في النفس. من يعطيني بعض الأفكار الشريرة مثل ماذا؟ أحسنتم. التفكير بالسرقة. الخناس المختفي المتستر. الجنة من الجنة والناس. ما معنى الجنة؟ أي الجن، وهم مخلوقات لا نراهم، منهم الأشرار ومنهم الأخيار. الجن مثل الإنس، يعني مثل الإنسان، بعضهم صالحين وبعضهم أشرار. إذن أعوذ، ما معنى أعوذ؟ أطلب العون من الله تعالى. رب الناس مربيهم ومصلحهم وخالقهم. ملك الناس سيدهم والقادر عليهم. الوسواس هي الأفكار الشريرة التي تحدث في النفس. الخناس المختفي المتستر. الجنة الجن، وهم مخلوقات لا نراهم، منهم الأشرار ومنهم الأخيار. ملك الناس
أي هو الله تعالى وهو ملكنا وحاكمنا جميعا وهو أعظم من ملوك الأرض وأكبر منهم. إذن ما معنى ملك الناس؟ هو الله تعالى وهو ملكنا وحاكمنا جميعا وهو أعظم من كل ملوك الأرض وأكبر منهم جميعا وهو سيد الناس والقادر عليهم. إله الناس، نحن إلهنا من؟ الله سبحانه وتعالى. إذن الله تعالى هو إلهنا الذي نعبده. الله تعالى هو إلهنا الذي نعبده وهو الذي يحمينا ويحفظنا. إذن ما معنى ملك الناس؟ أي الله تعالى هو ملكنا وحاكمنا جميعا وهو أعظم من كل ملوك الأرض وأكبر منهم جميعا. إذن هل يوجد ملك في الأرض أكبر من الله سبحانه وتعالى؟ كلا، الله سبحانه وتعالى هو أعظم من كل ملوك الأرض وأكبر منهم جميعا وهو إلهنا الذي نعبده. نحن نعبد الله واحد لا شريك له. من شر الوسواس الخناس، ماذا يعني من شر الوسواس الخناس؟ أي نحن نطلب المساعدة من الله ونقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لماذا؟ حتى يحفظنا من وساوس الشيطان. أي نطلب المساعدة من الله سبحانه وتعالى ونقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم حتى يحفظنا من وساوس الشيطان. الذي يوسوس في صدور الناس، من هو الذي يوسوس في صدور الناس؟ الشيطان الشرير يوسوس لكل الناس وليس لك وحدك. أي الشيطان لا يوسوس لي وحدي أو لك وحدك، يوسوس لكل الناس. إذن الذي يوسوس في صدور الناس هو الشيطان الشرير الذي يوسوس لكل الناس وليس لك وحدك. من الجنة والناس، ما معنى من الجنة والناس؟ أي ليس الشيطان وحده الشرير، بل هناك أشخاص أشرار كذلك يجروننا لعمل الخطأ. طلاب الأعزاء، ليس فقط الشيطان هو الشرير، بل أيضا هناك ناس أشرار يجروننا لفعل الأعمال السيئة. مثل ماذا الأعمال السيئة؟ أحسنتم، مثل الكذب، السرقة، الاعتداء على الناس، هذه كلها أعمال شريرة وسيئة. فالإنسان قبل أن يفعل الأعمال السيئة والشريرة تتكون في نفسه أفكارا ووساوس. ما هي مصدرها؟ مصدرها إما من الناس، طبعا الناس الأشرار الذين يجرونه لفعل هذه الأعمال، أو من الشيطان. فقد يقتنع بها الإنسان، طبعا الإنسان الشرير يقتنع بهذه الأعمال ويقوم بها. والذي يعمل هذه الأعمال الشريرة ما هو مصيره في الآخرة؟ نعم، مصيره عذاب جهنم، وفي الدنيا أيضا يؤذي نفسه وأهله ويحتقره الناس جميعا، أي كل الناس يكرهونه لأنه يقوم بالأعمال السيئة والشريرة. أيضا الله تعالى ثم الناس جميعا يكرهون الأشرار ويحبون من؟ يحبون الصالحين الأخيار. لذا يجب علينا طلاب الحلوين أن نستعيذ بالله من شر وساوس الشيطان ومن؟ وأيضا الناس الأشرار، لنبتعد عن فعل الأعمال المنكرة والقبيحة. أي نطلب العون من الله كي يبعدنا عنهم جميعا ولا نسمع لكلامهم ووسوستهم. الآن طلابي، ماذا علمتنا سورة الناس؟ علمتنا سورة الناس أن نطلب العون من الله دوما، فالله هو رب المخلوقات جميعا وهو الأقوى منهم. إذن الله سبحانه وتعالى هو رب جميع المخلوقات وهو خالقهم وهو الأقوى منهم. لذلك سنظل ندعو الله أن يحفظنا من كل الأشرار.
ولا ننسى طلابي الواجب وهو كتابة سورة الناس ومعاني الكلمات وحفظهما غيبا وحل المناقشة على الدفتر. أتمنى أن تكونوا قد استفدتم من هذا الدرس، وأرجو من الله تعالى أن يحفظكم من كل سوء. إلى اللقاء في الدرس القادم.